كده حليت الواجب، بعد ده حنوم بدري عشان بكرة امشي المدرسة بدري. سعيد انت حليت الواجب ولا لسه؟ يا اخي بعمل الصباح بعمل الصباح، هسه انا قربت افوز. اه الله اللعبة علقت يا اخ. سعيد سمسمة يا ربي يكونوا فاتوا. وين انا جيت المدرسة لا شايل شنطة ولا لابس الزي المدرسي ولا حتى حليت الواجب المدرسي؟ عليك الله عليك الله يا أحمد، أنا مش صاحبك؟ ساعدني في حل الواجب ده. أنا ماشي ألحق الطابور، بعدين أنت ولد شاطر ممكن تحل الواجب براك، أنا مستحيل أساعدك، لازم تتعلم إنه ما تأجل عمل اليوم للقد. إذا ما في غير حل واحد، إني أعترف للأستاذ بتقصيري وأوعده ما أكرر غلطي ده نهائي. الاحتراف بالذنب فضيلة، يلا. يلا. كلام سعيد صح، قصدي كلامي ولا كلام منه؟ لا لا بدل ما تجيب شنطتك وأدواتك تجيب معاك قديستكم الليلة، أنا حوديك للمدير شخصيا. يا أستاذ عمر جاي. مالك يا سعيد ولعت النور؟ وبعدين أنت مشيت وين؟ ما في زمان احكي لك بعدين، انا لازم احل واجبي عشان ما يحصل لي الحصل لي. سعيد ده منو؟ انا قصدي هو، اقصد يا خانتاني ما داري اجل اعمل اليوم الى الغد. سعيد